تتعرض البشرة للكثير من العوامل يلي بتتسبب بجفافها، خاصة بدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، وأكيد المشكلة بتزداد، مشكلة الجفاف بشهر رمضان بسبب الصيام، بسبب نقص كمية المياه يلي بيحصل عليها الجسم طول اليوم. على طول في ناس بيعانوا من جفاف الإيدين أو الوجه أو الشفاه أو كثير من أعضاء الجسم، قرنية العين كمان بتجف. رفع السوائل حل، ولكن في حل آخر تحتاج البشرة لعناية خاصة وروتين ثابت للحفاظ عليها لتبقى نضرة ومتألقة ومحمية من الجفاف خلال شهر رمضان المبارك. نتعرف أكثر عن جفاف البشرة وآلية علاجها معنا المهندسة الكيميائية الأستاذة رنوى الأشقر. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، يسعد مساكي. أهلا وسهلا، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي معنا. بداية خلينا نحكي على أبرز المشاكل الجلدية اللي ممكن نتعرض لها أي حدا فينا يعني خلال شهر رمضان. اهلا وسهلا فيكي. هلأ بشهر رمضان نحن بنعرف من خلال الجفاف وقلة استهلاكنا للسوائل بشرتنا بتتعرض لجفاف كتير شديد، سواء البشرة سواء الشعر حتى الأظافر. يعني هي دول الأشياء بنتأثر فيهم بشكل كتير كبير، وأهم سبب هو قلة استخدامنا للسوائل. تماما، حكينا أنه الحل أنه قدر الإمكان من الإفطار للسحور نعزز السوائل بالجسم، تقريبا كل نص ساعة أو ثلاثة أربع ساعة كاسة مي. حل آخر، شو المواد اللي ممكن كل سيدة أو كل رجل عم يعاني من جفاف بشرة يستخدم؟ معنا كتير مواد قدامك على الطاولة. تماماً. هلأ بس بدي أرجع لنقطة كمان، إنه الصيام بحد ذاته ما هو اللي بيعمل لنا الجفاف، وإنما يعني عاداتنا السلوكية داخل نظامنا الصيامي هو اللي بيعمل لنا جفاف، سواء استهلاك المقالي أو استهلاك السكريات بشكل مفرط. كمان قلة نومنا، نظام النوم عنا بتخربط، فكمان النوم له كتير عامل أساسي بجمالية البشرة، لأنه قلت أنا ما بنام منيح معناته أنا أرهقت بشرتي، صار عندها بهتان وصار عندها مقابلية أكبر للجفاف. آلية العلاج للبشرة وجفاف البشرة، نحن عنا آليتين حكينا عنها، هي دائما البشرة هي انعكاس جمال وصحة جسدي. أكيد. تمام. فهي أنا عندي آليتين، آلية خارجية وآلية عناية داخلية. حلو. والاثنين ما بيغنوا عن بعضهم، يعني أنا ما فيني أعتني بكريمات ومستحضرات تجميل خارجيا وأنا غذائي غير صحي. تمام. فانا عندي اليتي اني انت تاخذي او تستهلكي الغذاء اللي هو موجود في عندك البيتا كاروتين. البيتا كاروتين يحتوي على مشجع، فيه بشجع الغدد داخل تحت الجلد لحتى يفرز زيوت، هي الزيوت الصحيه المناسبه للبشره لحتى تضل تحافظ على عدم جفافها سواء للبشره او حتى لفروه الراس. فبكتر بيتا كاروتين، بكتر خيار، بكتر كل شيء بتحسي فيه خضار او فواكه مويستشر فيه رطوبه، ترطيب ذاتي، بروكلي مثلا، هدول كلها مواد مهمه، حتى البي 12 مهم جدا للبشره. فانا اهتميت بغذائي هي داخليا. بنرجع للعنايه الخارجيه بالبشره، عندي انا بروتيني رمضاني لازم دائما يكون في سكراب، في عندي دائما تقشير للبشره، لانه التقشير بيساهم لتحفيز الكولاجين بالبشره وكمان لازاله الخلايا الميته، وبالتالي بيحفز، بيمنع سد المسام وبيحفز البشره تتنشط بشكل عام. فانا بنصح بالتقشير لمده مرتين بالاسبوع، خلال شهر رمضان، هذا كثير اساسي ومهم. اوكي. طيب في عندنا هيك امور او خلطات معينه للتقشير ممكن تكون احسن من غيرها؟ تماما. هلا انا عامله شيء حنورجيكم اياه، هو هذا البرودكت انا بعمله. أوكي. جاهز، هو هذا المقشر. انا عملته بهالطريقه مشان ما يصير فيه لقلقه بالحمام. أيوة. ولبكه خلص تاخذ قطعه وتعمل تقشير فيها. هي عباره عن اذا ربت المنزل ما حبت بتحبي تعمل شيء لحالها، هي عباره، هي المقشر عباره عن زيت، زيوت مختلفة، زيت الزيتون، ممكن نضيف فوقه كمان زيت الكوكونات أويل يلي هو زيت جوز الهند. جوز الهند. المر أو الحلو؟ لا، زيت جوز الهند مو اللوز. مو اللوز. طوعتوني. في اللوز مرة حلو للشعر وللبشرة. 100%. بس نحن عم نحكي على زيت جوز الهند. وممكن تحط له، حطيت معلقة زيت زيتون، معلقة زيت جوز الهند. بعدين بتحط معلقة سكر، حبة تضيف كركم. كمان الكركم بيؤدي إلى توحيد لون البشرة. وكمان بيخلصها من الالتهابات اللي موجودة والبثور الموجودة بالبشرة. أوكي. هي تستخدم فقط للجسم، ما بنستخدمها للوش؟ لا، تستخدم للاثنين. نحن ما دام عنا، نحن عم نحط
بالسكراب سكري فانت ما عندك مشكله بتستخدميه لوشك ولجسمك. اوكي، في امور لانه ممكن تهيج بشره 100% الوش اذا كان السكراب مناسبه للجسم. 100% اذا كان السكراب ملحي فهذا حصرا بده يكون للجسم. أوكي. ما فيكي تستخدميه للوش لانه بيؤدي الى جفاف الوش وبيهيج الوش مثل ما تفضلتي حضرتك. تمام تمام. ملحي مثل شو يعني؟ مثلا في ناس بيحطوا بن الملح، انه بيحطوا الملح الصخري، ممكن يحطوا الملح البحري، ممكن يضيفوا هيمالايا اويل، الهيمالايا سولت اللي هو املاح الهيمالايا هي. أوكي. اللي درجت كثير وكمان لها خواص تجميليه. طيب اذا بدنا نعطي مرطب طبيعي ما يكون كثير غالي على السيدات والرجال ويقدروا يستخدموه برمضان لانه فعلا بيعانوا من جفاف البشره، في عامل مهم كمان لجفاف البشره هو الوضوء المتكرر، كثير ناس بيضلوا عم يغسلوا وشهم. صح صحيح. فالوضوء المتكرر خلال ساعات الصوم ما بينشفوا تماما، بخلي البشره تجف. بيستخدموا الدهون القطنيه او الزيوت القطنيه، الجليسرين ومشتقاتها. هلا في زيوت نحن بدنا ننتبه، مو كل الزيوت نقدر نستخدمها لبشرتنا لانه احيانا في زيوت كثير ثقيله على البشره فبتؤدي لانسداد بالمسام وحتى بتعمل زيوان وبتعمل مشاكل كثير، سايد افكتس مالها كثير جيده. كيف ما اذا بدنا نستخدمها بطريقه صحيحه؟ تماما. هلا نحرص نحن من خلال الكريم الليلي او الكريم الصباحي انه يكون متوفر فيه فيتامين سي، فيتامين اي، يكون متوفر فيه فيتامين بي 12، يكون متوفر كمان حمض الهيالونيك اسيد يلي بيعمل كثير رطوبه للبشره. هذا من حيث الكريم. انا اليوم عامله مثلا ممكن دل الصبيه تعمل ماسك بالبيت، هذا الماسك رخيص وبنفس الوقت متاح موجود عنا. فيها تجيب هذا لبن، لبن الزبادي كثير مهم، يعني سواء اذا اكلوه على السحور بروتينهم اليومي جيد لترطيب الخليه داخل الجسم، كمان بيرطب الخليه خارج الجسم. كمان بنجيب اللبن تمام، بنحط مقدار معلقه. اوكي بعدين بنجيب زيت الزيتون او زيت الكوكونات اويل، يعني ما بتفرق، المهم ماده زيتيه. هي يمكن بدي اعاني شوي بفتحها، مشي حالها. اوكي يعني عم نحط مواد طبيعيه اورجانيك، تمام، نحط مواد مغذيه هي اصلا 100% وموجوده عندنا متاحه. يعني ما لها هي شيء. وهذا الماسك لامتى بنقدر نعمله؟ هذا الماسك بنعمله بالليل، بالليل انه هو كل امتى؟ كل مره بالاسبوع؟ فينا مرتين بالاسبوع، مرتين بالأسبوع نعمله. بنحط كمان فيتامين اي بقلب كمان الماسك. شو له فوائد فيتامين اي للبشره؟ مهم جدا يعني لنضاره يعني البشره. فيتامين اي نقطه ما منكتر. كمان بنحط عنا اذا بنحب زيت عطري، يكون أوكي. الزيت ماله هو كيميائي، يكون زيت اورجانيك يعني مستخلص طبيعي. كمان بنضيف الزيت العطري، عسل مع عسل قصص، اي انه زيت عطري مثلا لافاند، في عالم بتتحسس من اللافاند بتضيف جاسمين وات ايفر، يعني زيت عطري انه هو ما يكون الاسانس الكيميائي. تمام. اوكي وبتخلطه الصبيه بهالطريقه هي، وبطبق اسميكه او رقيقه ما بيأثر؟ لا تمام، لانه هو زيتي طبعا. تماما. قدين تركه؟ بتخلطه الصبيه، بتحطه بالفرشايه تبع الميك اب، بتمده على كامل الوش، بينترك تقريبا لمده اربع دقائق. بعدين بينشطف الوش، اول شيء بينمسح بمنشفه ساخنه او فاتره تقريبا، بتمسح الماسك، بعدين بتغسل وشها بماء بارد. يعني اخذنا كم فكره اكيد مهمين من حضرتك، شكرا كثير لوجودك معنا، وهيك حتى نحافظ دائما على بشرتنا تكون حلوه واكيد ما فيها يكون اي نوع من انواع الجفاف. اهلا وسهلا فيكي معنا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم.